كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. كذلك ما هي الإشكالات التي تعترض الممارسين والمكلفين بإنفاذ وعد بصحة واليدين؟ لقاء اليوم في هذه المائدة المستديرة لمناقشة حق من بين الحقوق المالية التي يثير عدة إشكالات على مستوى العمل القضائي، ألا وهو تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية بالنسبة للزوجات بجميع شرائحهم، سواء ربات البيوت أو الموظفات في القطاع العام أو في القطاع الخاص أو في بلدان الإقامة يعني المهاجرات. يأتي هذا اللقاء اليوم للإجابة على بعض التساؤلات وللإسهام في النقاش الدائر حول موضوع الحقوق المالية ما بين الزوجين. أي ضمانات؟ هل فعلا مدونة الأسرة في إطار مادة 49 ضمنت حق المرأة بعد مرور أزيد من 15 سنة على تطبيقها؟ فمن بعد عدد من اللقاءات اللي كتقوم بها جمعية حقوق وعدالة، خاصة من خلال مركز الاستماع اللي كتكلف به في مدينة الدار البيضاء، ومن بعد الاستشارات والتوجيه والإرشاد القانوني اللي كتقوم به لفائدة المعوزين والنساء ضحايا التمييز في البوادي وفي القرى عن طريق ما يسمى برنامج حقوق وعدالة للقوافل العدالة، تأكد لها على أن هناك تمييزا ضد النساء ما بعد انفصام العلاقة الزوجية، أي أنه في من بعد انفصام العلاقة الزوجية كيوقع مشكلة ديال تعويض الزوجة عن مكتسبات المالية اللي كانت كونتها أو الثروة المالية اللي كونتها خلال انعقاد العلاقة الزوجية. فقمنا بتنظيم عدد من اللقاءات في هذا الموضوع هذا، خاصة في المناطق اللي كنعتقدوا على أنها مؤثرة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.